بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم فقط معنا عرض عن نظام ديبيان. نظام ديبيان اللي هو ديبيان تعتبر تاج درة لينكس. ديبيان اللي هي رمز الاستقرار والثبات في عالم اللينكس. ديبيان مجموعة عن نظام كامل متكامل وثابت وقوي ويتكفل بيعني بكل شيء، سيرفرات، الأمان العالي، استقرار النظام، استقرار البرامج. أيضا ديبيان ما هي مثل التوزيعات الأخرى، مثلا أوبنتو أو فيدورا أو اللي تصدر كل 6 شهور. لا، ديبيان لها سياسة خاصة في نظام أو طريقة الإصدارات الجديدة. ممكن أحيانا إصدار يقعد 2 سنين أو 1 سنة و6 شهور أو 1 سنة و8 شهور وما حدث، يعني ما نزل إصدار جديد. السبب إنه ديبيان ما تتقيد بمواعيد معينة إنها تنزل إصدار جديد. ديبيان تعتمد على حاجة واحدة فقط، على انه تنزل نظام مستقر. الاستقرار هذا اذا كان يتطلب 1 سنة، اذا كان يتطلب 2 سنين ما عندها مشكلة. يعني ممكن ديبيان تقعد تفحص في الانظمة وفي البرامج وفي الحزم وفي كل حاجة، ممكن لو 2 سنين بعد ما تطمن وتجد انه كل شيء مستقر وثابت، بعد كذا تعلن عن نزول الإصدار. طبعا أثناء وجود التوزيع المستقرة والإصدار المستقر، أيضا توجد توزيع أخرى في الموقع الرسمي اللي هي التوزيع الغير مستقرة، وأيضا توجد توزيع ثانية اسمها التوزيع الاختبارية تست. فأنت مثلا إذا كنت حاب أنك تشوف الإصدار اللي حينزل، ممكن تنزل الاختبارية أو الغير المستقرة وتشوفها. وممكن أيضا إذا كان عندك أي ملاحظات ممكن تشترك في الإيميل عندهم في ديبيان، مجتمع ديبيان، وترسل ملاحظاتك وأي شيء. يعني هو مجتمع تطوير كبير جدا، بتقبل أي ملاحظات في التطوير أو أي حاجة. ديبيان هي عنوان الاستقرار في لينكس. جميع التوزيعات كلها لا تستطيع أن تنافس ديبيان في عملية الاستقرار، لأنه هذا ناتج عن السياسة الخاصة بديبيان. الآن هنا معايا توزيع ديبيان 8. طبعا عملت لها تخصيص بسيط جمالي. نشوف البرامج اللي موجودة. هذه البرامج، برامج الصور، ايضا برامج الانترنت، عندنا تويتر كلينت والمتصفحات والدروب بوكس وفايزل موقع ميجا والمسنجر الخاص بالفيسبوك، الصفح فايرفوكس والجافا والسكايبي. نشوف الملتيميديا، ايضا مشغلات كثيرة عندنا. عندنا ايضا ميديا سنتر اللي هو كوديا، عندنا VLC، يعني هذا افضل برنامج في تشغيل الميديا. ايضا نشوف ايضا برامج الاوفيس، تحرير، يعني كل شيء موجود. نشوف التعريب موجود ولا لا. لانجويج، لاني نصبت وما عملت تعريب الواجهة، الان نعرب الواجهة. نشوف اوفيس، تمام، ممتاز. يعني كل شيء في ديبيان آمن ومؤمن.
التخصيص اللي عملته في هذه التوزيع او هذا النظام، نشوف مع بعض. طبعا الثيم هو هذا الفورتكس دارك. طبعا عندك ثلاثة، الفورتكس وفور لايت والدارك، والايقونات هي نوفي كي دي اي جري جري. ايوه هذه الايقونات. لاحظ، تلاحظ هنا الحواف الحافة، يعني فيها بياض خفيف. طبعا استعملت ايضا اللي هو خاص ماندا دارك عشان تظهر بهذه الطريقة الحواف. نشوف ايضا الشفافية بهذه الطريقة. عندما تنتقل الى اللوحة فهذه اللوحة تصير شفافة، عندما تنتقل هنا ايضا هذه تصير شفافة. طبعا هذه ملفات الدوكمنت، تاول لود، عندنا دروب بوكس، الميجا سنس. يعني نظام جميل جدا. طبعا هذا خاص بالايميل، هذا خاص بالطقس، الدروب بوكس هذا خاص بتويتر. ممكن تتابع التغريدات. هذا خاص ب شو الصفحة الرئيسية. هذا تويتر تو لينكس ايضا. ممكن تكبر الصفحة كاملة. هذه صفحتي على تويتر. طبعا هذا اللي هو الملفات، تحميل الملفات، مزامنة الملفات. هنا تغيير اللغة العربية أو مباشرة. هذا الكونوكي الكونكي. هذه الإعدادات الضبط. هذه هي توزيع نظام ده أو توزيع الديبيان أو نظام ديبيان. توزيعة سهلة وخفيفة.